مبادرة أربيل النجف، المبادرة الأخيرة لتحريك المواقف الجامدة، أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، وحملها إلى زعيم التيار الصدري مع ملفات أخرى رئيس إقليم كردستان ورئيس البرلمان إلى جانب رئيس تحالف السيادة. المبادرة الهادفة إلى تقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي وتوسعة الأغلبية الوطنية بحسب البارتي قوبلت بارتياح من سائر الأطراف وحركت حالة الجمود السياسي بحسب متخصصين. هي مبادرة جديدة ربما أضافت دفعة جديدة للعملية السياسية، خاصة أنه عملية احتقان تواجه العملية السياسية ولا سيما بالشق الشيعي بين التيار والإطار، وعملية طرح هكذا مبادرة خففت هذا الاحتقان. أعضاء في الإطار التنسيقي استقبلوا المبادرة بترحاب حذر، مؤكدين أنهم بانتظار رد الصدر عليها، وإن كان قرار التوجه إلى المعارضة قد اتخذ مسبقا، لكنه قرار مرتبط بتماسك الإطار نفسه وبإمكانية جمع عدد من الأعضاء يشكلون ثلثا معطلا داخل مجلس النواب يمكنه من أخذ دور المعارضة الحقيقي. الإطار يرحب بهذا الأمر، ونحن نبقى ننتظر المهلة التي طلبها أو أعلن عنها السيد مقتدى الصدر بأنه سيرد على هذه المبادرة خلال 48 ساعة أو 72 ساعة، فبالتالي إذا جاء الرد حينها ستنجلي كل الأمور وتنكشف ويكون الأمر واضح، حتى مضمون المبادرة الحقيقية يتم الإعلان عنه بشكل دقيق. أيام تفصل الكتل السياسية عن جلسة اختيار رئيس الجمهورية، جلسة توضح الخطوط الفاصلة بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة الجديدة، وإن كانت مبادرة برزاني تمثل المحاولة الأخيرة لرأب الصدع والسير إلى الجلسة بتوافق وإن كان نسبيا داخل البيت الشيعي، وهو ما تسعى إليه القوى السنية والكردية في هذه المرحلة. وتقول مصادر مطلعة ليو تي في إن المبادرة غير المعلنة تفاصيلها قد تمنح بعض مكونات الإطار مناصب حكومية مهمة، وقد تكون الحل الأخير لحالة الانغلاق بين الكتل الشيعية المتفاوضة بشرط القبول بمخرجات اجتماع الحنانة الأخير والالتزام بمبدأ الأغلبية مقابل المعارضة الوطنية. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.